لستات ولدت يمكن وانا بعمل خلطة فوزية. اول ما خلصنا هي كان الكاتبة هناء عطية وهي نفسها اللي كتبت شوم للستات. اللي فكر في الفكرة دي كان عامل دماغ عالية قوي قوي قوي. فقالت لي انا يعني في دماغي فكرة جديدة ومعرفش، يمكن هي حسيتها بعد ما اتفرجت عليا في خلطة فوزية انا هعمل يوم للستات، وحست ان انا بتعامل مع السينما بحب مش باي نوع من الانانيه. مش هممني ان انا اعمل فيلم ليا، يعني مش بعمل فيلم لالهام شاهين، لا انا ممكن انتج فيلم الهام شاهين مش فيه خالص، ممكن انتج فيلم انا بعمل فيه دور صغير في ممثلين ادوارهم اهم مني، يعني انا بنتج للسينما المصريه مش لالهام شاهين. بترسم مروان انجي 13 سنة مالت. أنا عمري ما عملت حاجة مظبوطة في حياتي. بدل ما تصرف فلوسك على الكلام ده روح حج، أنت رجلك والقبر يا كافر. عشان أنا لو عاوز أقطع أقول لك من غير حاجة. كنت عارفة إنك أنت اللي بتبعت الرسائل. يا ست شمية قلت لك مليون مرة التدخين حرام شرعاً. هو أنا في إيدي راجل؟ دخلت أصور بعد خلطة فوزية على طول مع كاملة أبو ذكري 1-0، والحقيقة انبهرت بيها كمخرجة، يعني مخرجة فعلا رائعة وبتحب شغلها قوي ودؤوبة جدا وبتتعب قوي قوي في شغلها. فقلت لهناء طب إيه رأيك تبقى معنا كمان؟ كاملة أبو ذكري رحبت وبدأنا إحنا الثلاثة نعمل جلسات بقى سيناريو، نتكلم ونحكي في مشاكل الستات ومشاكل مصر بشكل عام. والحقيقة أخذ مننا وقت طويل قوي في الكتابة، وقت طويل في التحضير، وقت طويل في التصوير. يعني لو أقول لكم فكرة يوم للستات بدأت من 2010. فيلم يوم للستات هو عدى بمراحل كتيرة جدا جدا، من خلال أول ما قريت السيناريو وحبيته جدا جدا جدا، هو تأليف الأستاذة هناء عطية، لغاية لما هيتعرض في مهرجان القاهرة. هي رحلة 6 سنين، بداية من لما كان الفيلم مع جهاز السينما، ثم قامت الثورة فما بقاش في حاجة اسمها جهاز سينما. الأستاذة إلهام شاهين تطوعت، وكانت هي من كتر حبها في السيناريو هي قالت خلاص أنا هنتجه، راحت قايمة ثورة تانية. فالفيلم ده عدى عليه يعني رؤساء كتير وصورات كتير ما كناش متخيلين كده. فاضطرينا ان احنا ندخل 2013، يعني من 2010 عشان نعرف ندخل دخلنا 2013. وبعدين كان في عز ما كان في مشاكل في البلد قويه جدا جدا، فكان صعب قوي ان احنا نصور في الشارع، فاضطرينا ان احنا نتوقف ونكمل تصوير 2014. وبعدين في 2014 فعلا دخلنا نصور، وبعدين انا حصل لي ظروف شخصيه خلتني ما اقدرش اكمل تصوير، اسباب شخصيه، فوقفنا التصوير وكملنا تصوير 2015، ودي كانت اخر مرحله. قعدت في المونتاج من ديسمبر لمارس عشان نشوف اول نسخه، وبعديها اشتغلت على النسخه الاولانيه تقريبا 2 شهر كمان. وبعدين قعدت 3 أشهر انا وتامر كروان بنشتغل على الموسيقى. رحله طويله وممتعه وبكل حلوها وبكل مرها الصراحه. الحمد لله قبل ليلى عيطت، هاتي كاسه يا وليا. كل يوم حد هيبقى للستات. النسوان اللي هنا ولا نسوان تانيين؟